إذا على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر جديد في هذا الصباح. يعني ساكنة تستنجد بالمسؤولين من أجل القيام باللازم ما هو قانوني ضد هذا السيد، هذا صاحب هذا المقهى اللي محتل هذا الملك العمومي، واللي حسب اقوال ديال الساكنه انهم متضررين بشكل كبير، فتواصلوا معنا من اجل رفع الصوت ديالهم ورفع الشكايه ديالهم والضرر ديالهم الناس المسؤولين. السلام عليكم. السلام. ويا مرحبا. السلام، كيدير اخويا؟ بخير، انا مزيان الصحه. هاد السيد اخويا راه مكرفس علينا، خلينا نبيعو ومكنشريو، معدي علينا بزاف، حط لنا طوموبيل هنا وسد علينا الطريق. منين دوينا معاه ياك وقول لنا انا راه كنتحدى اي واحد عندي فلوسي في جيبي واللي دوى معايا نعفط علينا، دال حنا بغينا الحق ديالنا. كنترسقوا الله وهاد الناس هما كترسقوا الله، سد عليهم من جيت القهوه بان لهم حايط، دال حنا راه كنبيعو وكنشريو، حط لنا طوموبيل هنا رايق. وتيقول لي والله انت غتحيد الصحه، لما حيدتش غنحيدك بالقانون ديالي، عندي ناس ديالي، عندي معارف. هذا كاين القانون ديالو هو بوحدو. وهو تيقول لك انا تيقول لك عندي رزقي، اي واحد نعفط عليه. اللي جاني قدام القهوه هاد السيد هذا، شوف نحط القهوه، شوف ها انت، شوف ها انت، شوف شوف مالك العمومي عنده باب من هنا، عنده باب من هنا، حط لنا طروبين ما مسؤولين ما والو. حنا كنترسقوا الله، عندي الوالده مريضه كنخص عليها 40000 ديال الدواء، معدي فين نمشي؟ كاين هنا الخوادري، خوادري مسكين راه مشى للدار، هذا الله كنترسقوا الله، كنصوروا ديك 1000 ريال ولا 70 درهم. هاد السيدة ما عادش بغا عندنا، مشى دار بيا شكاية عند البوليس. علاش دار لك شكاية؟ شكاية بأنني حاط لي طوابل وأنا كنترزق في الشارع. شوف فين حاط التريطوار، شوف شوف أنت، شو التريطوار فينا؟ مركب أربعة الكاميرات هنا أنت، حنا راه كنترزقوا الله. ها هذا هما مراجينين، هاد الشارع كاين، هاد الشارع عبر الحقرة هادي، ما عندنا فين نمشيو. حط لنا طوموبيل هنا، كي جبت الطوموبيل الثانية، هاد الناس راه دراوش كيبيعو ويشريو، فين لهم حيط من لا ولا ديال لا، راه تقهرنا، ما عندي فين غنمشي. انا راه كنترزق على ملي كناكل طرف الخبز، ماشي لي 6 مليون فهاد الشانطي وقت كورونا الدولية، ما عندي فين نمشي. كاع الناس كتعرفني فهاد السوق هاد، داير بينا الشكاية راه ما عادش بغا عندنا. هو تيقول لك اي واحد نتحداه، تيقول راه غنمشي فين ما عجبني، تيقول راه غنحيدك غنحيدك، انا راه ما عنديش فين نمشي. كاع الناس كتعرفني، هاد السيد راه تكرفس علينا وتكرفس على هاد الناس هادو، بغا يصيفطني ولدهم للحبس، راه حشومة وعيب وعار. السلام عليكم. خويا انا من سكان ديال العمارة، انا ساكن فوق القهوه. انا من 2005 وانا ساكن هنا قبل من القهوه. وانا اللي ساعدت هذا المخلوق تيدير هذه القهوه هذه. جا تمسكن تتمكن. ملي تمكن جبد الاعصاب غيضربنا كاملين. بارين لنا الحيط قدام الموبيل دابا لا بغينا نطلعوا. ولاو الشمكاره الدريات. الفساد حدا الباب ديال الموبل، اضطرينا نحولوا الباب ديال الموبل، نحولوه مره الباب ديال الموبل، الباب ديال الموبل حولناه، كان لداخل ملي زاد هو في القهوه، هو ملي تبنات القهوه خلقت لنا دارها. شحال تقريبا القهوه كاينه هنا؟ هاد القهوه تبنات في 2013. 2013؟ يعني هاد تقريبا 10 سنين تقريبا. وبلاتي علاش 10 سنين هي هنا ما عمر السلطات دوت معاها؟ ما فهمتش علاش. الوقت اللي على ذكر السلطات، الوقت اللي كانت ترياب هذا العام المخبزه، اجي تشوف معايا، اجي تشوف معايا، لان هذا السيد تاغي عنده شويه الفلوس، هذا السيد شبعان. ها انت رد البال، هذا المخبزه كان عنده واحد الباش، كان عنده اكيبي بحال هذا، جات التراكس طيحاته وما طيحاتش هذه القهوه، لان هذه القهوه عاطيه الفلوس. هذه المخبزه كانت دايره شي، كانت دايره واحد الكاسكيطه، هنا. هاي بغيت نسد على السميه. ها الكاسكيطه كانت بانت لي مخبزه. كانت مخبزه هنا ودايره واحد الكاسكيطه في الهواء. كانت فوق. في الهواء في الفوق بحال الباش، جات التراكس طيحتها وما طيحتش هذا الحيط هذا. هذا هو الموبيل ديالنا، والباب ديالنا كان لداخل. هذا الحيط كله زايد، هذه 12 متر زايدها، هذا المخليق هذا ومعدي علينا. حابسنا حنا، الا بغينا ندخلوا للموبيل ديالنا كنخافوا. كنكونوا شفاره باركين لينا هنا. دابا الدراري تيكميو لينا هنا وتيخرجوا. شوف يعني كيستغلوا هاد القنت، مدرك. قلتي لي الباب ديال الموبيل كان هنا. الباب ديال الموبيل ها انت بشحال كان؟ الباب ديال الموبيل فين كان؟
واضطرينا نحولوا الباب ديال المول على قبل هذا الخلق. هذا الكاميرا هنا دابا هنا هذا كله زين، هذا هو الباب ديال المول، اذا هذا هو الراس اللي كان، هذا هو الباب، هذا هو الباب، هذا هو الطرف، هذا كله زدتوه اللي زاد هو زدتوه هو، ماشي زدنا حنا، هذا كان على درجه كان فين ندخلوا. كان هي قلت لك زعما هذه مثلا هذا الاسباس اللي كان عندكم انتوما اضطريتوا انكم سدتوا لي باش ما بدا فهمت كي درتوا لي باب باش تحاولوا بعدكم شويه المشاكل ديال الناس الدراري باش تدخلوا عند الناس باش الدراري ما يبقاوش يدخلوا عندكم هنا الدراري ما يبقاوش يدخلوا عندكم هنا. حنا باقيين كنصوبوا في التليفون، حنا باقي ما كملناش الاصلاحات ديالنا، باقي كنصوبوا باقي ندير فيها الضو وما كملناش. اه حيت يلاه حولنا ولاو الدريات والدراري هنايا وينوضوا هذاك الشيء باش عرفنا حنا هذا المخلوق شبعان فلوس، هذا عاجبينو الفلوس شبعانو، قال لك اللي دوا يورك عليه، خطيتنا حنا كاملين في جيبو يا قاسي، خطيتنا كاملين كاع يعني كاع هذا البشر اللي كاين هنا كله دبان. انا عندي سته الاولاد وعندي دريه مطلقه عندها جوج وليدات هي ثمانيه وانا امهم هي عشره، كنجري عليهم وانا بهذيك الطويبله هو باغي يعفط عليا انا وولادي. قال لي خطيتك في جيبي وانا المخلق الوحيد اللي ساعدته حتى دار هذه القهوه هذه. الموبل ما بغاش باغينو يديروا يعني ندمتي واقيلا انا درت الخير ولا لي بو مزوي. انا ما كندخلش القهوه، ما كنشربش القهوه ديالها، ما كنوصلهاش، كنخدم في الباب بعيد انا من القهوه بارك في الطروطوار، وهذا السيد كون صاب كون قطر لي السم. هاد السيد دابا الناس كلها كتشكى منه، كل ما خلاش ما خلا فينا حتى شي واحد، كلشي عنده الفلوس شبعان العاقه مع راسو، راه دار قهاوي اخرين ودار مشاريع اخرين. الله يسهل عليه، الله يسهل عليه، الله يسهل عليه، ولكن ما يتعداش، ولكن تعدى علينا. الله يسهل، خلق لينا، خلق لينا ضرر، خلق لينا ضرر وبالمزيان. نهار اللي تكون الكره ريحه الكارو طالعه، نهار اللي تكون الكره من نعسو ضاربه، النهار اللي ملي كان كاس العالم حنا ما كنعسوش ما كنبركوش ما كنشوف ما كنشوفوش النعاس، الدخان ليل ونهار. هاد القهوة كتبقى حالة حتى ل 11 ديال الليل. أنا هنا حاليا. أنتم دابا فوق من القهوة. أنا فوق فوق من القهوة مباشرة، أنا هو أنا هو المتضرر الأول. المشاكل عن الجهد. أنا السرجم ديالي ها هو من هنا تبداو البلا. أنا ما بغيتش نشد السمية ديال المخبزة وصافي. لا ما تشدهاش أنت كاع السمية ديال المخبزة. حنا درنا هاد السيد، أنا نبقى مقابل مع الكاميرا باش هاد السيد درنا وبالمزيان درنا. أنا عندي عشرة نفوس كنجري عليهم وأنا عندي 62 عام في عمري. ما بقات تقبلني لا شركة لا حتى شي حاجة بقات تقبلني. فمي طاح ها. ساليت. ما بقى عندي فين نمشي. الله غالب الطالب. هاد السيد شبعان العاقه مع راسو وشبعان فلوس مع راسو وكيجيب طوموبيلات، انا نوريك التصاور، كيجيب طوموبيلات بلاصه اخرى وحده اخرى من اللي وكيسد الزنقه مره ما بقاش يدوز حتى واحد ما يبقى يدوز. كاينه هذيك الطوموبيل وكيزيد الطوموبيله ديالو، هذيك راه ما كتروليش، هذه راه واقفه، هذه مع نكشف بها الطريق وحابس بها عباد الله. نمشيو نتصوروا حداها. لا المهم ما تشدش النمر ديالها هذاك الشيء. لا دينا نمشيو نتصوروا حداها. ماشي مشكل، لا ما عنديش حق نصورها. لا ما عندكش حق، نمشيو لها من جنبها. نمشيو لها من جنبها وشوف مع راسك. هاد السيد تقع علينا شبعان فلوس، تقع علينا. هاد الطوموبيل ما كترولي ما مسوريا ما والو. ما مسورياش ما كترولي ما حتى حاجة. جابها هنا وقفها اكسبري. ها هنا وقفوا لها في جنبها وجاب طوموبيلها، كيجيب طوموبيل توري كيركب عليها ها الشهود. تيحطها هنا. وكيحطها هنا. كيحطها هنا وفي نظرك انت، وفي نظرك انت هاد الزنقه كتبقى دوز. كنحطوها بلا فين كنحطها، على الكراسي تيكونوا تيكونوا خارجين حتى الشارع. هاد البلاصه كيوقف فيها الطوموبيل الثانيه. كيوقفها. ها البروف ها هو. ها في كيوقف يمكن تصورها يمكن. شي فيديو نشوف شنو. ها هي. جبد الفيديو. شد 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 شد. شد لي هذا. هذا غادي نجبد ليه ماشي فيديو. جبد فيديو. غادي نجبد ليه تصويره. اوكي ديال هذيك الطوموبيل. المهم ما تكونش على الرقم باين غير ذاك. انا غادي نروح. الرقم باين ما تبينوش. انا غادي نروح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمد نور تعال قول الشكية ديال الرقم. تكرفص علينا ها انت سي. ها انت بعيدة، بعيدة النمرة ما تبانش. شتيها؟ ها الطوموبيل اللي كاينة ها الأخرى. كتكون طوموبيل حدا طوموبيل. طوموبيل حدا طوموبيل. فين واقف أنا كاينة طوموبيل أخرى. ها الطوموبيلة هي هذه اللي كاينة دابا. هي هذه. وهاد الأخرى. وهذه الثانية علاش كيركب هو؟ شفتي فيها. شوف كيف ها هي ها هي شوف كيف شوف ها هي ما عندناش من ندوزو ها الطوموبيل ها انتها القهوه فينا هي ها التطوار ها هو الشيء ها التطوار سيدنا ها التطوار انتها القهوه لا ما عندناش من ندوزو الطوموبيل في حاطها مزاسم دايرين مالين اللي دايرين شوف الطوموبيل كي ولات من الوسخ
انت سيدي ها شوف زعما هادي حاطها بالضبط ضد فينا ما قدروا لي ما والو ها هي شوف الرويد شوف الرويد هادي اللي في هنا خويا الله هاك قول انت عندك الحق تسير لي هنا قول لي هاك قول لي الله يرضي عليك عاد صعيب انت شوف ها انت الطونوبيل شوف شحال عربان ثاني خلي شوف ها انت سيدي ها انت سيدي شوف 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 سيدي الله يرحم بها الوالدين شوف شوف راه الكراج الكراج ديالو راه هو فينا هويا حدو حد هي الكراج راه هو الكراج شوف سيدي هادشي كامل هذا كامل خيدوا لينا هادشي كامل خيدوا لينا فين حنا غادي فين 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 حق المواطن فين حق الراجلين حق الراجلين فين هي خويا حتى واحد اللي عنده قال لك عنده اللاقه هذاك السيد شبعان فلوس هذاك شبعان مط الفلوس البكيه اجي عندي هنا باش ما يبانش واحد التسميات هنا شبعان فلوس هاد السيد شبعان بكيه ما كيعرفها الفلوس اللي دوا معاه كيقول لك انا نورك عليك خطيته في جيبي قال لي عندك حتى 12 نفس خطيتها كامله في جيبي واللي دوا يدخل الحبس واحد الدري كان كيبيع الديطاينه ندخلو الحبس 20 عام شهرين باش مشى مريض على مويه مريض مسكين ما عندوش العقل الا جيتي الصباح تلقاه كيعاير ليا بوحدو والله الا ظلما وعدوا انا حاضر انا نشهد فيه الا ظلما وعدوا مشى للحبس ظلما ولكن اخويا كيتعنى عنده شي حاجه هذاك السيد عنده الفلوس وعنده شي حاجه فوق الفلوس كاين حنا في دوره القانون هنا القانون مع هذا السيد ما كاينش لا 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 شوف جات لي هذا السيد تغى علينا حنا تغى علينا وكلاء وقضاء اقسم بالله اخي انا عندي 62 عام انت قوم طيح كل شيء الى هذا السيد الظالم فوق القياس وانت وها السيد هو انا اللي درت الخير ها هما كلهم هذاك راه عساس ديال الزنقه يشهد شكون المساعد ديال هذه القهوه هو انا اللي ساعدت هذه القهوه تدارت كان يغوت عليا على الجيور عام القهوه هذاك يقولوا لي هو لا ما تسمي لي صافي لا ما تسمي لي يقولوا لي هذاك المسؤول على القهوه جيرو جيرو الله يرضي على وليدي هذا وفي اخره وليت انا هو العدو اللدود ديال القهوه اللي قال لكم انا كندخل القهوه حبسي موش انا ما كندخلش في هذه القهوه المو بالكامل قالوا لنا ما كنتش فهمتي كون ما كانش المو بالكامل ما قالوا لنا شكون اللي باغي يهضر ما قلت حتى واحد يهضر ما قديتيش ابو حمدون ما كاين مشكل ما كاين مشكل صافي صافي حققتي حققتي هدرتي شويه هاك خليه السلام عليكم الله يجعل سيدي ربي يحفظكم والله يخلي سيدنا الله يخلي سيدنا والله يخلي سيدنا الاولى والاخره الله يخلي سيدنا اللي واقف مع 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 الدرويش هذا السيد الاولى فينا والثانيه فينا والثالثه ياخذها هوايا حنا عندنا واحد الكريري صراها فينا هي كنترزقوا بها هذا السيد كنا حنا حاطين قبل ما يجي نهار اللي جا هاد السيد عيط على راجلي قال لي ودي راني باغي ندير قهيوه قال لي راجلي الله يسهل عليك راه تا هما المخبزه تا هما دايرين تحت مني سميتو واخا عندي سرق زيت حاشاكم واخا عندي كلشي نحسد النار واخا يعبد لي نهار ناض دار القهوه هز راجلي عيط لي على الدراري اللي كيخدموا مشى جابهم لي وكلشي ومني شد تتمكن هاد السيد صافي دارنا في قرابو قال لنا وليت انا هو حاشا واش غنقول هاد الكلمه هو ما عرفتش شنو هو هو الله اعلم لي ولكن حنا كاع ضعافين عند الله كن فيكن راه شحال من واحد كان قداش شنو هو وراه ولا لتحت هاد السيد كيتعندنا بالجبروت ديالو والاولى والاخرى الاولى فينا والثانيه فينا والثالثه ياخذها فيه هوايا انا هاد السيد هاد الشيباني كيجري ليا على 8 نفوس وانا وياه هي العشره منين غنجيبو ما عندنا لا نتريس ما عندنا خلصه شهريه ما عندنا حتى شي حاجه منين غنعيش انا وهاد الوليدات لا ما عيشتنيش هذيك الكريريسه كيقول لي حيد عليا ديك الكروسه ولا نصيفطك انت ولادك للحبس انا عندي معاه دعوه دابا دعوه عندي انا وياه عندي سبته فيه فيها 40 يوم انا وولدي ولكن واش عارف الحاج واحد القضيه راه دابا الا جاو حيدوا ليه هو هاد الاحتلال العمومي راح حتى حنا نحيدوا ماشي مشكل اي هذا حنا شي نهار اللي جاو وجات الهضره من الفوق السلطات حيدوا المول المخبازه حيدوا ليه سميتو هو ما توشوش ما توشوش ما حيدوش ليه هذا الدليل على انه هو شبعان وعندي وعندي الفيديو ثاني النهار اللي كانت السلطات كتري عندي ثاني الفيديو كانت شوف تي في كانت كتفيلمي عندي 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 الفيديو ما توشاتش ليه قد هك كيما خلاوها كيما هكا تشوفها هذاك الشيء عندي دابا الحركه وليدي هذا البيشان كاملين تحيدوا كلشي البيشان كلشي اللي ما توشاتش الناس بكاو قال لك علاش اللي مضرورين قال لك علاش ما حيدوش هذيك القهوه راه هذيك مولات المسمن
حيدوا له البيشان كلشي كلشي هذه يلاه معاودين هذا البيشان كلشي الله يعاودو البيشان ديال العطار طارو الا هاد القهوه هاد السيد مولا هاد القهوه راه هو محمد السادي اسكت هاد السيد ديال الكاميرات والله جيراني جيراني كاملين كيقول لك الله يرحمه هذا شوف هذا لا غيجبد السيف يقطع علينا غنقول له الصباح هذا داير لي اربعه الكاميرات اوليدي واش الكاميرات اش على بلاد وانا عندي عشره النبوه خلينا نهضر خلينا نهضر هاد الكاميرات علاش دايرهم واش الكاميرات دايرهم على القهوه داخل او لا على اللي برا واش كيفين من الناس اللي دايزين واش الناس دايزين وهو كيتموسق عليهم في العشيه ملي كيبرك كيسير يتفرج في العيالات هذه دايزه هذه دايره خاصو يحيد عليا هاد الكاميرات دابا هاد الكاميرات ها هما اربعه خارجين برا خارجين هما كاينين سته ها جوج من هنا وجوج من اللي وجوج خاصهم يحيدهم ليا ها هما وليدي ها هما يا ها شو اش هذه اش حاضيه هذه اش حاضيه هاد الكاميرا اش حاضيه هنايا اش حاضيه راه الاخرى تاهي تنهي فهمتي اش حاضيه هاد الكاميرا كاميرات برا ما عندهم اش حاضي ما عندهم يحضي ما عندهم ما يحضي لي انا هنايا اش حاضي لي حاضي لي شي حاجه ها يحضين هاد الدخلانيين وسيدون عنده العساس راه هو فينا والله يرضي عليه راه هو داير الكاميرات ما كاينش اللي غيدوز راه العساس فينا هويا داير كاميراتك محاضي محاضي هو الله ما عنده ما عمره من نهار اللي من 2013 ما عمره ما تخونت لي قدهم ولا جا شي دري تهمج عليه ولا الدرب هنايا ودخلوا هرسوا لي شي طابله ولا هرسوا لي شي حاجه والو هو عالي لقى شي واحد داير كرايريسه جوج كلمات انا ما كنعرفوش اش كيدير كيطير بنادم هذا مشى للحبس هذا ما عرفت فين داه هذا ما عرفت شنو النداء ديالنا الله يرحم بها الوالدين يدير لنا الممر الرجلين منين ندوزو ها هو فينا هو وليدي الممر الرجلين وياك توريت قدام داري هذاك البراكه اللي مخرج سيدنا حيد البر البني العشوائي هو دار لي البني العشوائي هوايا هذاك النداء هو اللي خاص الشماكريه كيوقفوا لي قدام الباب الشمكارات كيوقفوا قدام الباب يسكروا درنا الكاميرات باش نتفاداوه وحنا كنراعيو ليه هو ما راعاش لينا هادشي اللي غنقول لك اوليدي الله يرحم بها والديك اخر كلمه راه عندكم انتمايا هاك اوليدي اذا مشاهدينا الاوفياء مشاهدينا شوف تي في كيف ما استمعتوا معنا لهاد الساكنه المتضرره من هاد صاحب هاد المقهى اللي محتل الملك العمومي يعني على حسب داكشي اللي كنشوفوا قدامنا الان ما عرفنا واش عنده هذا السيد هذا شي وثائق مع الجماعه لانه كنعرفوا بانه الانسان ملي كيبغي ياخذ واحد الطرف رغم انه ملك عمومي ولكن رغم ذلك كاين بعض الاحيان كاين بعض الاحيان اللي كتكون ملي كيبغي الانسان كيستغل واحد ليسباس فكياخذ عليه الرخصه من عند الجماعه اذا حنا ما عرفنا هذا السيد واش عنده شي رخصه على هاد الميتراج اللي زايد ديال على المحل ديالو اولا ما عندوش المهم حنا اللي كنتمناو انه السلطات المحليه هنا باناسي ان تدخل على الخط وتشوف الضرر اللي كاين عند هاد الساكنه هادي وكنذكروا مره اخرى بانه حتى هاد السيد هذا الى عنده ما يفيد في هاد الامور هادي فالباب مفتوح ديال قناه الشعب قناه شوف تي في بامكان ديالو انه يدير حق الرد حق الرد مكفول اكيد لكن حنا على حسب ما كيبان لنا الان اللي كنشوفوه هاد الساكنه مصدره بزاف بشكل كبير من هاد الاحتلال ديال الملك العمومي اذا كنتمنى انه الرساله تكون وصلت للناس المسؤولين وبقى نودعكم على امل اللقاء بكم طاقم شوف تي في حيكم من هنا من منطقه اناسي الى اللقاء الله يجزاك